عسكري ولا نمت كتير؟ ما نمت، ما تحت، نمت على أجان تاتا. رحنا على الوكيع وشفنا مقام سيدنا ابراهيم مطرح ما دعس وهذا وصار يوزع تمر وبلح وخبز وصار يوزع تفاح. ورحنا على الصفا والمروة طفنا 7 مرات وطفنا حولنا الكعبة أنا وبابا، عملنا عمرتين لجدة ولصاحب بابا الله يرحمه مات. طلعنا عملنا عمرة فوق وعملنا عمرة تحت، وبين الصفا والمروة عملنا 7 مرات. بس كانت حلوة كتير. حلوة كتير، شو كان حلو كتير؟ بشكل عام يعني كيف يعني كان حلو كتير لأن حلوة، انبسطت فيها أنا كتير لأنه قلتي لأنه يعني في سبب. ونزلنا على الصحراء كان في سعدين ونزلنا على المطاعم وركبت على الجمل. امتى رحتي؟ رحت على العمرة الأربع. نعم. بحب روح على فلسطين وبحب صلي عند القدس، حد القدس. بحب روح على فلسطين وصلي حد القدس. بدك تشوفي يافا كمان يعني مدينة الزحلة؟ مدينة الزحلة نحن بناخذها بالدرس. صحيح. زحلة. أول امبارح ما؟ حكينا عن زحلة. أنا بحب أرجع على بلدي، بس إسرائيل احتلت وأخذوها هديك لفلسطين ودمروها عم جينا لهون. وانت شفتي من قبل، شفتي صور يافا من قبل على التلفزيون؟ باينة حلوة وشو؟ لا حلوة، وكان فيها أشجار كتير. حد البحر يعني يافا ولا وينها؟ من ذكريتها. She said she's seen pictures of the city of Japan looked really pretty. There were lots of trees.
And so what was the, you were saying that you were going to ask her about like what she prayed for and... I mean just about like why she, her attitude. Why and what she, what she prays for. Okay. What does she pray for next? So she, I don't know if you share that. I don't know if you say, do you say that? I don't know. Well, okay, they're taught to like pray for peace and for, you know, I don't know, like, I don't know if in this, in the Islam it's like that, but like kids are sometimes, like when they pray in group or when they pray with teachers, sometimes they're asked to pray for certain things. Well, when you pray in Islam, you don't, the prayer standard, everyone does the same thing. And then there's special prayers that you make that are not required, that you make for things that you particularly feel. Do they have a favorite prayer? Right, but I think like maybe, I think in most religions you're taught to like pray for something. No, there's no... When you're praying to God, it's the most important thing. Right, well, you pray to God, maybe. Okay. Do you pray to God for... Let me ask you, like, when you pray, what do you think about? Sure, that's what I think. Okay. Like, what do you think about? Okay. Yeah, sorry. Okay. And there's the Amna, واحنا نعرف انك بتصلي وهيك لما بتصلي انت بتفكري ب او اذا تساوي دعاء يعني شو بتفكري ب بتصلي بتدعي دعاء بتنبسطي بتصلي بترتاحي مثل شو بدي ماني طاقة ايه شو بدي بتدعي انه شو بحب أدعي؟ إنه. أكيد تقوله. إنه يا رب يرزقنا ويشفينا ويروحنا كل المرض. يا رب يشفينا ويعافينا ويرزقنا ويروحنا المرض. خربطت
خلصت. في الاسم اول شيء بلدي والثاني ما الاسم. بلدي في كلمات كمان ولا بس؟ انه لا انه او انه في وراء الى كلمات، في دلعونة وفي ظرف الطول وفي بلدي. دلعونة دلعونة كنتوا عم تغنوا دلعونة امبارح مع وقت بالصمود. بالصمود. شو فيكي تغنينا الدلعونة او على العزف نحكي؟ لا او بس بدنا نعرف الكلمات، ما سمعنا كثير منيح امبارح. شو الكلمات اللي تبعتنا؟ تاعتنا ولا تاعت الكبار؟ ديك ما بتاعت الكبار ما حافظيتها. اوكي اللي انت حفظتيها. على دلعونة وعلى دلعونة فلسطين بلد وام الحنونة، ما بدي امي ولا بدي باي، بدي فلسطين ام الزيتونة. ما خدتها. فيكي توقفي هني، بدها بس تصور، بدها تصورك بس. ايه تمام في الكاميرا معا. حط على تمام.